كلها اعراض كتير جدا ولازم حضرتك تنتبه ليها. سيطره هرمون الاستروجين، حدوث تليفات في بطانه الرحم، وحدوث بطانه الرحم المهاجره، وهي ان نسيج الرحم يبتدي ينمو في اماكن بره الرحم زي قناه فالوب، وممكن ينمو على المبيض واماكن اخرى، ودي تسمى الاندوميتريوزيس او ما تسمى بطانه الرحم المهاجره. ارتفاع هرمون الاستروجين بيؤدي الى كبر الانسجه السمنه المفرده، خاصه في الجزء السفلي عند السيدات، وبتاخد السيدة شكل الكمثرى، تكيسات المبيض. وهنا لازم حضرتك تنتبه ان ارتفاع هرمون الاستروجين يؤدي الى حدوث تكيسات المبيض، وتكيسات المبيض بيؤدي الى ارتفاع هرمون الاستروجين. حاجة العصبية الزايدة، ان يكون دايما حضرتك متوترة ومتعصبة وتكوني مزاجية، وده لان هرمون الاستروجين بيرتبط بتغير المزاج، ده لان هرمون الاستروجين هو باور هرمون بيزود العصبية والنرفزة. تاني حاجة قلة النوم وعدم احساسك بالشعور بالنوم، الصداع المستمر اللي انت مش عارفة له مبرر، وبيكون الصداع ده خاصة بيزداد معاكي بالليل. حاجة اللي بعد كده ألام قبل حدوث الدورة الشهرية، وبتكون ألم شديد جدا بتحس بيه قبل ما الدورة تيجي، وأثناء وجود الدورة بتكون الدورة غزيرة في كمية الدم وتكون طويلة في المدة، بدل ما الدورة تكون عندك 5 إلى 7 أيام اللي هي أوقات اللي هي مدة نزول الدم، تكون أطول من كده، ممكن تكون 15 يوم أو شهر أو أكتر. الحاجة اللي بعد كده ألم في الثدي، وممكن الموضوع يتطور إلى حدوث لا قدر الله أورام حميدة في الثدي، وإذا تم إهمالها تقلب بسرطان الثدي. الحاجة اللي بعد كده ولازم تنتبه ليها، إن ارتفاع هرمون الاستروجين في الجسم بيضرب الغدة الدرقية عن طريق حاجتين اتنين. أول حاجة إنه بيعمل عقد على الغدة الدرقية، الاستروجين بيركب على المستقبل الخاص بالهرمون المحفز للغدة الدرقية المسمى بالتي اس اتش، فبالتالي بتكون النتيجة خمول شديد جدا في الغدة الدرقية نتيجة ارتفاع هرمون الاستروجين. هو ده اللي بيحصل عند بعض السيدات لما بتكون حامل، بعد انتهاء الحمل وبعد الولادة بتلاقي نفسها جالها مشكلة في الغدة الدرقية بسبب ارتفاع الاستروجين اللي حصل نتيجة الحمل.